اليوم رئيس الاتحاد الاوروبي يعني هذا الطلب مالهم، ولكن اليوم اريد اتعقب على ما تحدث به السيد ايسي وايضا ما تحدث به السيد خالد في ظل ازمه نعيشها حقيقيه. يعني اشخاص اليوم يطالبون باصواتهم قرب المنطقه الخضراء، سادين بوابه المنطقه الخضراء من جهه الجادريه حتى جسر المعلق، يقولون نريد حقنا ونريد اصواتنا. ويعني شفت انت المؤتمر التنسيق اليوم امس مع السيد يعني بيت السيد المالكي مع جميع الاطراف والقوى السياسيه اللي معترض على نتائج الانتخابات. يعني شلون ممكن هذا اليوم نمضي بهذا هذه الأزمة وهذه الإشكالية الكبيرة والإصرار على المواقف؟ يعني بصراحة أولا أنا في الحقيقة أشكر الأخوين الكريمين على طريقة الحوار، كان حوارا بناء وجميلا وهادئا بعيد عن التخوين وبعيد عن التهميش، وهذا في البداية تشكرين عليه أنت طبعا. حقيقة أنا أقول ما يلي، ثانيا الشكر موصول للأخ السيد عمار الحكيم، نعم، إنه صنع جيلا يعترض عليه، نعم، هاي بادرة حلوة، نعم. هذا الأخ أنا أقول في الحقيقة من حقهم، لكن السؤال اللي هو ينطرح، نعم، هو اعتراض على المفوضية، على عمل المفوضية مربك يقولون، هذا اللي فهمته من كلامك، على عمل المفوضية، نعم، جميل جدا. إذا كان اعتراض على عمل المفوضية هذا لا يرفع للفوق المفوضية، المفوضية لا متهمة. نعم. الاعتراض المفوضية هي صح، هي التي عرقلت أو هي التي أخطأت أو هي التي ارتبكت أو هي التي لم تحسن الإداء. إذن يجب أن تكون هناك شكوى على مو اعتراض إلها، هي متهمة من قبل الأخوة الأعزاء. فإذا يجب أن يذهبون للمحكمة الاتحادية فهي الطريقة خطأ. يعني هذا أيضا هو، استغفر الله، أنا ما أريد أقول نقص أو كذا، هو أيضا ارتباك في كيفية التعامل مع الاعتراض. بس هو قال قدموا طلب انه عدوا فرز يدوي ينتظرون الاجابه من المفوضيه. المفوضيه إما شيطان وإما ملك، ماكو ملك أو نصف ملك. نعم. إذا شيطان راح يقول لهم أنتوا قاعد تشتكون علينا، أنتوا قاعد تشككون بينا، يعني أنتوا ما عندكم يعني قناعة بينا. نعم. وإذا نصف ملك راح يتعاونون بالنصف الثاني اللي هو غير ملك. نعم. المفوضية شنو؟ هم سياسيين وهم من ناس يردون يدافعون عنه. فأنا أنصح الأخوة، نعم، أن يكون الاعتراض مو على أن يكون هناك شكوى على المفوضية. نعم. لأن هم يتهمون المفوضية بأنها مو ارتبكت، إنما ما زورت. يعني إذا ممكن نقطة نظام. يعني تفضل اتفضل. أشكرك على هذا التوجيه الصحيح وهذا الإجراء الصحيح، باعتبار أن أنا رجل قانون يقول تعترض في البداية المادة 38 لدى المفوضية، وفي حالة عدم استجابتها أو لديك شكوى تذهب بشكوى على المحكمة الاتحادية. شكرا لك. جميل جميل. فإذا على كلامي صحيح، يعني هذا واحد. نعم صحيح. الشيء الثاني اللي أنا أقوله في هالجانب هذا، انتم لما شفتوا عمليه الاختراقات وعمليه الانتكاسات تصير اثناء الانتخابات، نعم، زين ليش قبلتوا تمشي هاي وتمضي؟ ليش انتظرتوا النتائج؟ لان المقدمات واضحه الى انه هناك فساد في العمليه، نعم، هناك خلل. ليش انتظرتوا النتائج تطلع؟ فكان من الاول. الشيء الثالث أخي العزيز، يا عيني يا حبيب قلبي يا أستاذي يا حبيب قلبي، لماذا لا تدينون طريقتكم بالإداء؟ يعني عندما الأخ هادي العامري يخرج بالتلفزيون ويقول منعونا من الإعمار والشياطين منعونا من إعمار النجف كما منعوا أمير المؤمنين عليه السلام، تفتهم شلون؟ زين، ما تتصور هذا الإداء كان له دور في ارتباك وفي ضعف انتخابكم؟ يعني
قاعد 18 سنه هاي كلها انت كنت بالحكومه هذا لا يعني انا دافع عن التيار الصدري، التيار الصدري هم بي ناس حراميه وبي ناس مؤذين وبي ناس كذا ما ادري شنو يسمع لك، وما اعتقد واحد يقدر يقول للتيار الصدري انت بيك حرامي، انا اقول بي حراميه وبي ناس كذا الى اخره، وهم يتحملون مسؤوليه هذا الوضع المأساوي الموجود. لكن انا اقول اخي العزيز ادينوا اداءكم وراجعوا إداءكم. أنا ما أقدر الآن أخلي بعض النقاط على الحروف في الإداء شلون كان إداء غير دقيق، لأنه مثل ما يقول أنتم مني وبي، وأنا ابنكم وحبيبكم وصديقكم أستاذنا وأبونا الكبير فدوى ذاك الوجه. أنا أقول إداءكم كان غير دقيق لا بالتنظيم ولا بمقدمات. أنا خل أجيب لك مثال على الإداء. اكو اداء اجتماعي هم في الاخوه في شلوبي، واضرب لك فد مثال. انت تعرفين انا لما طلعت بالتلفزيون وقلت مدينه الثوره بها خيسه، تتذكرين؟ صحيح. ايش صار من وراها؟ ورا يومين التيار الصدري هب هبه تقول مثل الفراش المنتشر في مدينه الثوره، هذا اللي يصبغ جام وهذا اللي يحفر شارع، وحولوا شارع الفلاح خلال حوالي 15 يوم الى شارع روح شوفيه مثل الورد. كذب صدوق هم حيالين هم كذا، لكن هذا إداء أدى إلى ترتفع أصواتهم بينما أنتم يا أخي إداء بالشارع ما عندكم. فأنتم في هالقضية أنا أدعو الأخوة في الفتح وفي الحكمة أن يعيدوا النظر في عملهم في داخل المجتمع. أنا أحكي لك عمو حبيبي قلبتي عشان شنو؟ كحزبي عايش بالأحزاب من عمري 13 سنة. أنا عمري 13 سنة انتميت 12 سنة انتميت للحزب الشيوعي العراقي. بعدها قلبت للدعوة. انقلبت بس هسه لا، هسه اسلامي بس ذو اصول ماركسية. العمل الحزبي هو هذا، مو عمل رفع السلاح، وانما هو عمل في داخل الشارع من اجل كسب الفلاح والعامل وبالعربانة. ما قدروا يكسبون، ما قدروا يكسبون الفلاح والعامل. نعم ما قدروا، ما استطاعوا يكسبون. ما استطاعوا، لكن تيار الصدر استطاع. لما انا اشوف مقتدى الصدر على عن جهيته وعلى كذا، هو قاعد ويا ذول اللي دي يصلحون شو يسمونه المدارس، وهو حاط العمامه هيك شو لازم ويصبغ وياهم ويمسح ويكنس. هذا العمل السياسي هو في مجتمع طبقي. في مجتمع الفقر ب 40% ما تقود الياقات البيض. اللي هي طبيعة منه طبيعة تيار الحكمة. هاي السؤال ولا تقود الأخ الفتح اللي هو تقريبا اتجاه عسكري وعسكرة المجتمع أكثر من أن يكون هو اجتماع تمدين المجتمع وتمصير المجتمع. أنا دا أحكي كفكر حزبي. ودا أحكي شوفي. يعني أنت تعتقد مختارات لينين 11 جزء أنا قاريها أكثر من 3 مرات. بس أريد أعرف اعتقادك أنت كسيد غالب الشابندر أن الجمهور عاقب الأحزاب السياسية. نعم هذا. نعم هذا اعتقادك. نعم نعم. ماكو إشباك بالعمل. نعم نعم. بالعمل عاقب إدائها. ماكو إشباك بالعمل. وإذا لم يعاقب. ماكو تقصير بالانتخابات بالمفوضية. لا تقصير أكو. لا لا لا. جزء قليل. لا 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 لا. لا. قليل. لا تقولين هذا هيفاء. لا لا مو أنا أريد أعرف. لا أنا قلت مستحيل. انه الفتح وسيد عبار الحكمه يحصلون 17 و2، حتما اكو يجوز تزوير معين، يجوز ارتباك معين، يجوز اكو. نعم. لكن ليس بالنسبه وبالدور الذي يقلل من نعم. قيمه العقاب الجماهيري نعم. لهذه القيادات. يا جماعه والله ما في عقاب.